السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من انتخال الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: كيف تجعل ذراعك فولاذيا؟ في ناس كتير جدا سألوني إزاي نقوي عضلات الدراع وإزاي نلعب لعبة الريست، فأنا إن شاء الله هعمل لكم سلسلة حلقات لتقوية عضلات الذراعين وكيفية ممارسة لعبة الريست. ولعبة الريست لها أسماء عديدة: لعبة الريست أو مصارعة الذراعين أو الأرم ريسلينج أو البادي فير أو الكباش، لعبة الكباش. ومحدثكم هو الكباش المصري العربي الإفريقي العالمي محمد القفوص. هذه اللعبة لها اتحاد رسمي موجود في مصر ومشهر بوزارة الرياضة لسنة 92، موجود الاتحاد ده من سنة 92 وابتدى يمارس أنشطته، تم تسجيله سنة 92 وابتدى يمارس الأنشطة من سنة 93، وأنا الحائز على المركز الأول في هذا الاتحاد في ميزان 70-75-80 أعوام: 93-94-95-96-97-98-99-2000. ثم بعد كده بقى بقيت أريح وأرجعت ألعب تاني، أريح وألعب تاني، ومثلت مصر في البطولات العربية والإفريقية والعالمية. طبعا أنا عايز الأول أقول لكم على تمرينة للدراع في وضع الحداشر. طبعا الدراع ده ممكن يتمرن في وضع الحداشر أو المقلوب أو المعدول، ليه كذا طريقة. أنا هبتدي الأول أقول لكم إزاي نعمل جهاز الاستريب. جهاز الاستريب ده عباره عن ايه؟ قماش قوي جدا. القماش ده بيربطوا بيه الكونتينرات لتحمله اوزان عاليه جدا، والاستريب ده المتر بتاعه ب 8 جنيه، هتلاقيه في سوق الجمعه، هتلاقيه في العتبه، وممكن تلاقيه اقل من كده كمان، قوي جدا. هحتاج ايه تاني؟ هحتاج الوصله دي بتاعت حزام الامان، حزام الامان اللي في العربيات، برضه هتلاقيها في سوق الجمعه في الخرده كده، هتلاقيها ب 2 جنيه، فهجيب انا متر من ده ب 8 جنيه واجيب دي ب 2 جنيه ولا ب 5 جنيه، وبعدين اعمل حرف الاس بقى عند حداد. اعمل حرف الاس عند حداد، اهو حرف الاس. يبقى انا هروح لبتاع الاحذيه الاسكافي يخيط لي الاسترب ده في البتاعة بتاعت حزام الأمان دي، وبعدين أحط حرف الإس. تمام؟ طيب هحط الأوزان فين؟ استنانا علوة 5 دقايق. أحط الأوزان في دي، حامل الأوزان عبارة عن إيه؟ رقعة حديد، اسطوانة حديد، ممكن تبقى مربع عادي، وقطعة ماسورة مية 3/4 بوصة، حتة كده برضو من خردة، وحتى حرف يو اهي هلحمها من فوق، هلحمها من فوق، والحم دي من تحت اهي. تمام؟ وهوريكم الكيفيه ازاي. هجيب انا دي اهي، وهجيب الوزن ده اهو، ده وزن 10 كيلو. تمام؟ اهو بقى الوزن اهو موجود. وبعدين هجيب الاسترب اعلقه اهو. على فكرة 2018 أول جمهورية لعبد لله، بس أنا بنقطع وبرجع تاني للبطولات، بنقطع. تمام؟ أنا هجيب الوزن ده، الوزن ده هيتعلق أهو. بقى متعلق أهو زي ما أنتم شايفين أهو، متعلق أهو. متعلق في دراعي. وتبتدي تتمرن. أهو. تتمرن. ده كوزن كبداية. وتبتدي بقى تزود ايه؟ خمسات، عشرات، تبتدي تدرب.
وبعدين ممكن تشكل يعني ده كده الوضع 11 يوم، لما حد يجي يلعبك ريست تيجي شده عليك كده فرمه خلاص ده انتهى، لان انت بتتمرن كده، هو مهما حاول يشد انت اقوى منه بتشده. طبعا اللي وزنه اللي بيشيل وزن اكتر هو اللي بيهزم التاني. ان شاء الله هعمل لكم حلقات اخرى للاجهزة الاخرى وكيفية التدريب عليها وكيفية تقوية قبضة الايد تبقى قبضة فولاذية، اللي تمسك ايده كده كأنك طلعت روح. اي حد يقابلك تيجي ماسك رقبته خلعها كده كأنك خلعت رقبة عصفور. طبعا اللي يهاجمك احنا ما بندعوش للعنف. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، وشكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.